السلام عليكم. سؤاله بيتسأل كتير جدا، هل من الممكن ان ترجل يخون عثمان ولا لا؟ كنت انا عملت حلقة وقلت فيها عن المحاربين عثمان، وهل يا ترى هو ترجل ده هو ترجل التاريخي بالفعل اللي هيكمل المسيرة مع برهان، ولا هيجيبوا ممثل تاني ويضموه ويعني ايه؟ وكنا في حيرة لان هو مزدوج قال لك ان في عودة المحاربين ومحدش عارف اي حاجة. بس خلينا نتكلم على اللي في ايدينا ونتكلم على شخصية ترجل. شخصية معقدة جدا جدا، هو من اول ما ظهر هو بيحب الحق وبيحب الغزوات وبيحب الاسلام، وكل همه هو الجهاد في سبيل الله، ومش همه خالص ملك ولا همه حكم ولا اي حاجة خالص. بس في الاول وفي الاخر ده بشر وهم متابعين، وحتى لو كانوا من الصحابة فالصحابة مش معصومين من خطأ، وكلهم بيغلطوا وكلنا بشر مش انبياء. هو النبي عليه الصلاة والسلام بس هو الوحيد اللي معصوم من الخطأ، فطبيعي جدا احنا كبشر اللي بيخلينا بشر يعني what makes us human كده هو اللي احنا بنعمل غلطات وبنتوب، بنضعف وبنتوب، ودي حاجة معروفة. مفيش انسان كامل، مفيش انسان ما بيغلطش، مفيش انسان ما بيعصيش، مفيش انسان ما بيضعفش، ودي حاجة مؤكدة 100%. فحلو جدا ان هم جابوا الحتة دي، ومشهد هو بيلوم نفسه ده على الكرسي كان من احسن المشاهد. هو بيلوم نفسه بيقول انت بقيت بتفكر في الحكم، استغفر الله، وبيلوم نفسه، دي حاجة كانت قوية جدا جدا. بس برضو الشيطان ونفسه الامارة بالسوء غلبته وخلته في المجلس يعني يعصي اوامر عثمان ويفكر في الحكم فقط لغيره، فكر في حكم القلعة. بس ده ما يمنعش ان هو يعني خلاص هو في غفلة، بس هيكمل عادي وهيرجع عن اللي فيها. فشفنا في الاعلان ان هو بيحاولوا بقى يلفوا عليه باسمهان السلجوقية او الوف، بيحاول ان هو بيلفوا عليه لانه هو يعتبر واحد من محاربي عثمان، حاجة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت هيبقى كسرة كبيرة لعثمان لو بالفعل خانه. فبيحاولوا يلفوا عليه، من الاخر كل الخونة هيتجمعوا حواليه لان هو بالفعل اظهر ان هو خلاص بيتمرد على عثمان وبينفصل عنه، فكل الخونة هيتجمعوا عليه، وده هيبقى هو يعني القلب الصح بقى هيبقى في صالح عثمان في كده. طب هل ممكن تكون خطة؟ لا هي مش خطة، ويا رب ما تكون خطة. انا عندي ان هم يعملوا ان هو وقع في غفلة وفاق منها وتاب منها احسن بكتير من انها تكون خطة، لان مفيش انسان كامل كده خالص، ومستحيل هيبقى في انسان كامل كده خالص. فالاحسن تجيبها لي دي، خليها لي هو بشر عادي غلط ورجع فيه. واحنا شفناه ان هو منع المغانيق عن عثمان، ان المغانيق في قلعه ايبول اللي هي القلعه اللي هو المسؤول عنها من ساعه فتحها، فمنعها عنها، وعثمان قال هقطع رقبته لو ما جابهاش، لانه خلاص كده تمرد وعاصي وبشكل كبير وبيوقف الفتوحات، ولكن هو هيلحقه في اخر لحظه وهيرجع معاه في اخر لحظه. فده مش خطه ولا حاجه، وده اللي انا بفضله ان هو ما يكونش خطه، ويكون ان هو خلاص زي ما قلت يعني غلط ورجع، وهيلحق عثمان في الاخر، ويبقى ضربه كبيره جدا لاعداء عثمان وضربه كبيره جدا ليهم، لان الخونه كلهم زي ما قلت هيتجمعوا حواليه عشان خاطر يعني يستغلوا ضد عثمان، الا ان هو هيبقى ضربه كبيره جدا لهم. فده اللي احنا منتظرينه من الحلقه الجايه من ترغوت ومن عثمان مع بعض. بس حبيت اجاوب على السؤال ده في حلقه، لان ناس كتيره جدا بتساله في الكومنتات، وطبعا الاجابه في الكومنتات ما تبقاش مفصله زي الفيديو، فقلت اعمل حلقه كامله عن الموضوع ده. يا ريت لو الحلقه عجبتك تعمل لايك وشير للحلقه، ولو انت مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقه الجديده لما تنزل. ما تنساش تتابعنا على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك. اشوفكم في حلقه جديده باذن الله.